شملت حرب أكتوبر المجيدة أحداثاً ومحطات جسدت إصرار ورغبة المصريين في النجاح. ومن أهم نتائج حرب أكتوبر استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، بالإضافة لتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر والتي كان يرددها القادة العسكريون في إسرائيل. جسد نصر أكتوبر من عام 1973 معاني عديدة لإصرار وعزيمة ورغبة المصريين في النجاح بما شملته من أحداث ومحطات سرد تفاصيلها من خاضوا غمارها. ومن أهم نتائج حرب أكتوبر استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس وعودة الملاحة بالقناة في يونيو من عام 1975 واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء. ويضاف إلى تلك النتائج تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يرددها القادة العسكريون في إسرائيل. وهكذا انهارت نظرية الأمن الإسرائيلي بكل أسسها ومقوماتها، وتقوضت سمعة الجيش الإسرائيلي، وأصيب الشعب الإسرائيلي بصدمة عنيفة وصفها بعض المحللين العسكريين بالعبارة الشهيرة زلزال في إسرائيل. لقد كانت حرب أكتوبر حدثاً فريداً، بل نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وأثبتت أن الحرب باهظة التكاليف فادحة الخسائر. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. الوحدة كما أثبتت معاركنا عبر التاريخ قدر ومصير للأمة العربية. وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت.